كابتن شادي، شايف النهارده الاتحاد ممكن زوران النهارده يقابل الزمالك ازاي؟ زوران عنده مشكله في بعض المباريات الفنيه، اللي هو بيحتفظ باللعيبه اللي تديه الافضليه داخل الملعب. حصل كده في ماتشات كتير جدا وبسببها فقد نقاط، رغم اللي هو عنده عناصر متميزه. فذلك هو اكثر فريق بيفنش في اخر ربع ساعه، دي حقيقه، لانه عنده عناصر متميزه. عنده مبلول واحد هداف الدوري، لعيب كويس جدا من انصاف الفرص، بيقدر يجيب اهداف. عنده احمد عادل، ميسي، ابراهيم حسن لما بيبقى في حالته بيقدر يستفيد منه في الشق الهجومي بشكل كبير. بس في بعض الاخطاء ساعات بتحصل، يعني مثلا يبقى على معاك صبري رحيل وتبتدي بحد يبقى باك رايت فتلعبه باك ليفت فتفقد جناح من الجناحات، فدي مشكله. ثم تعالج الامر بعد مثلا يتقدم عليك اي فريق، دي مشكله بيواجهها الاتحاد في عدد من المباريات. لو نبص في الجدول، هو يمتلك لعيبه متميزه جدا، كان ممكن يبقى في مكانه افضل بكتير والطموح يبقى اكبر بكتير، خصوصا اللي الكوره كابتن سيف مش كوره بس، في امور فنيه. الدعم اللي بيقدمه مجلس الاداره معاه عن طريق الحاج محمد مسلحي مديله مساعده. انت عايز تقول ان عوده مسلحي تفرق في ماتش النهارده؟ بالظبط، لان شفنا نتائج سلبيه في عدم وجوده ومدير فني في غرفه الملابس قال للاعيبه اللي انا همشي. فما يبقى في رئيس نادي بيقدم الدعم وبيديك كل الدعم، هو الاستقرار. بالظبط، مصلحي يعني استقرار، دي حقيقه، دي حقيقه. فوجوده اكيد بيدي استقرار لنادي الاتحاد السكندري.